مساء الخير جمهورنا الرياضي الكريم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج كوتشينج داي. سنكون سويا للحديث عن كل ما يتعلق بالرابطة المحترفة الأولى والكلاسيكو المنتظر غدا بين اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل. سنفتح ملف الحديث عن شباب بلوزداد إلى جانب فوز المولودية في كأس العربية والعديد من الحوارات والمواضيع، وكل هذا في برنامج كوتشينج داي لهذا الأسبوع. وسيكون إلى جانب النصر بويش محلل قناة زير تي في واللاعب الدولي السابق. مساء الخير صوفيا. وفيما يخص ضيف برنامج هذا الأسبوع، يسعدني أن أستضيف جمال الدين شتال لاعب شباب بلوزداد. مساء الخير وشكرا لقبول الدعوة. مساء الخير صوفيا. في الجهة المقابلة أرحب بخديجة خداوي صحفية قسم الرياضي. مساء الخير صوفيا. مساء الخير مشاهدين. وعلى غير العادة على الجهة اليمنى طارغول. مساء الخير ومرحبا بك. مساء الخير صوفيا النصر، وخلاني للاخر هذا عبيط كيني اليوم يا وليدي. مساء الخير ليك والسادة المشاهدين. إذا البداية بالجدل الكبير الذي كان يحوم حول الكلاسيكو الذي سيجمع غدا اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل بدون مبرر ولا سابق إشعار، في الأولى من نوعها في تاريخ الكرة الجزائرية وأسوأ أسبوع يمر على البطولة الوطنية. يعني بغض النظر عن ما فعله الحكم عبي الشارف في نهائي كأس رابطة أبطال إفريقيا والقبضة الحديدية بين ملال ورئيس رابطة مدوار والبرمجة الكارثية التي عرفتها البطولة هذا الأسبوع. في بداية، ما هي قراءتكم في الكلاسيكو؟ نبدأ معك طارق. شوف اخ سفيان، صراحة يعني هذه المرة يعني نقدر نقولوا شفنا مهزلة بالنسبة للبرمجة تاع البطولة. من الأول ما كانش برمجة واضحة منذ بداية البطولة، بعد ذلك صبحت فيه برمجة نوعا ما مؤقتة، مباشرة فيه تغييرات ونقدروا نتفاهموها لأنه فيه عدة فرق تشارك بالنسبة لكأس إفريقيا للكاف أو رابطة كأس إفريقيا أو الكأس العربية. ولكن رغم هذا من المفروض أنه كل واحد يحترم القرارات بالنسبة للرابطة، ولا نعرف حتى السبب لم نعرفه إلى حد الآن. هذا هو المشكل. ولكن الشيء الأكثر يعني أكثر خطورة أنه يعني التصريحات تاع رئيس فريق أنه ما يلعبش مباراة على ظهر كما نقولوا بالعامية على ظهر رابطة، ورابطة تقعد ساكنة يعني ما تاخذ ولا قرار. يعني هذا هو أنا بالنسبة اليوم، بالنسبة لي اليوم رئيس الرابطة هو رئيس فريق شبيبة القبائل، بما أنه خذ القرار وطبق القرار اللي كان حاب ياخذه. ناصر، هل هناك حملة لتكسير الرابطة؟ شوف نو جو بونس، نقول لك حاجة، أن بروغرام سي ألاني دين ليغ ولا دين فيديراسيون المرحلة الأولى. لا على الأقل، مي سا سوفي اون اوروب ولا لاني ما كانش تمسخر، كان عندهم كاع لي دات كسا سوا كوب دافريك ولا لاكاف ولا الشامبيونا ولا لا كوب، سي لاني نورمالمون ما عندوش مشكل بريزيدون لا ليغ باسكو اي في ان بروغرام لاني وكاع يطبقوه ويبعث للفرق شاك ديبي سيزون، يبعث للفرق لو بروغرام ولي فرق يسادابت ليه. جو بونس كو هاد الحوايج كاع ما صراوش في الرابطه، ما تخدموش، لان سي جير وحده لا ليغ اي بورا با جيري اون ليغ بالمشاكل تاعها هذه. واللي بريزيدون كلوب وخاصه لو بريزيدون لا جي اس كاملال كي كيما يقول على صوتو في الحق، في الحق ديالو، في الحق واش راه يصرى. يعني اون انول با ماتش 3 فوا ولا 2 فوا بلس لا بروغراماسيون هذه جابت مشاكل كبار للكره الجزائريه. وخاصه اليوم انا نظن باللي رئيس الرابطه لازم يعقل روحه ويعاود يولي للطريق يعني الصحيح افيك ان جروب، يعني ما يجيبش يخدم وحده، يشاور ان كونساي تاعو منا يشاوروا باش بروندر لي بون ديسيزيون بور نوت فوتبول. حتى اللاعبين يعني تاثروا جمال الدين شتال، يعني لا في دا ماتش يعلموا اللاعبين بتاجيل اللقاء، يعني التركيز يتاثر بطبيعه الحال. بون هادي جو بونس انا صارت ديجا من قبل هاد الشامبيون، ف لا دوزيام جورني اللي فاتت صرات وصراو شغل الواحد يتبرتوربا دي فوا شغل اللي صرات. جيت لعب غدوه ماتش من بعد على 11 تاع الليل كيما حنايا دخلنا لوتيل دو جور من قبل توجد الماتش. حنا على 11 تاع الليل نشوفوا في الهداف، نشوفوا بن شيخ تلقيناها واسمو قال لك ماتش روبورتي تروح للدار. نعم، وبالتالي يعني لا في دا ماتش اللاعب يكون دخل في اللقاء في اجواء اللقاء والتركيز تاعو يتاثر. ربما انا السؤال اللي حبيت نطرحه سواء لطارق ولا حتى للنصر، وشنو هو الشيء اللي خلى رئيس شبيبه القبائل شريف ملال يتمسك بقرار تاع ما يلعبش اللقاء، خاصه انه على باله بلي هذا الشيء راح يكلفه سواء عقوبات قاسيه راح تاثر
على مردوده بيبه القبائل. يعني شنو هو اسكو لي ماتش نلعب بثلاثه نلعب بالحد نلعب بالاربعه سيتي صح هكذا دوكا لا جي اس كابيلي دوكا ما حش تلعب 21 جور 21 جور سي بلوس ثاني لو هاد الخلطه كاع تاثر على الفريق تاثر على التحضير باسكو التحضير تاعك اللي تبدايه بالتنين ولا بالحد ماشي كيما كي يكون عندك مقابله كي يكون عندك مقابله ما تحضريش كيما تلعبي بالجمعه تحضري لا كونديسيون فيزيك تاعك تكون قويه بالحد واثنين كي تلعبي بثلاثه سي جوست لونتروتيان هذاك اللي يخليك تاكتيكمون المدرب يخدم مع اللاعبين تاكتيكمون يعني ما يعطيهمش القوه هذيك في الفيزيك باسكو يا ماتش كي فيان هذه اللي اثرت على الفريق على اللاعبين على الفريق على المونتال تاع الاخر حتى الجمهور الجمهور يقول لك نلعب بالجمعه بالحد بالثنين بثلاثه سا سي تينيرور وهذا اللي خلات لو بريزيدون ملال يرياجي وانا راني معاه يعني ان يعني لا بالنسبه سنواصل الحديث عن الموضوع لكن قبل ذلك نتابع تقرير زميل علي جعفر الذي عاد على كرونولوجيا الاحداث هذا الاسبوع. في ظل الانتقادات الحادة المتصاعدة في الآونة الأخيرة من قبل رؤساء أندية في حق رابطة كرة القدم على خلفية ما قالوا إنه سوء برمجة لمباريات البطولة، جاء تأجيل مواجهة اتحاد العاصمة مع شبيبة القبائل ليكون القطرة التي أسالت الكأس وليجلي بوضوح أن الأمور انفلتت أو تكاد من يدي رئيس الرابطة ومكتبه المسير. ردة فعل هيئة مدوار السريعة بتأجيل مباراة شبيبة القبائل التي كانت مقررة ببلوغين ضد اتحاد العاصمة قرأها البعض استجابة فورية ورضوخا مباشرا لضغوطات وتهديدات رئيس نادي الشبيبة شريف ملال بالمقاطعة، وذهب البعض الآخر لاستشراف تداعياتها على سمعة وهيبة الهيئة المسؤولة عن تسيير البطولة، ما عزز من مصداقية الفرضيات والتأويلات السابقة. وما زاد من فداحة التأجيل غير المبرر هو كونها تلت دعوة شريف ملال رؤساء الأندية للإطاحة بمدوار وتهديده بالذهاب بعيدا في هذا المسعى، ما يطرح عدة تساؤلات عن موقف عبد الكريم مدوار المتواري عن الأنظار مثل ما فعل في مرات سابقة. التأجيل غير المبرر ليس الأول، والمؤكد أنه لن يكون الأخير ولن تتوقف معه الانتقادات والتصعيدات، لكن مشكل البرمجة ليس الوحيد مقارنة بما وصفه البعض بالعبثية في تسيير ديون الأندية المتراكمة والسطحية في التعامل مع أخطاء التحكيم المتكررة. وقبل كل ذلك سياسة الأمر الواقع تجاه مرافق وملاعب بعض الأندية التي تظل تمارس اللعبة في ملاعب تصلح لكل شيء إلا لممارسة الكرة في زمن الاحتراف. إذن رئيس رابطة عبد الكريم مدوار يتلقى ضربة أخرى مست مصداقية رابطة يعني في الصميم. طارق، ما هو تعليقك على رئيس شبيبة القبائل شريف ملال الذي يعني كسب الرهان مع رئيس رابطة؟ لا هو ماشي كسب الرهان، لأنه رئيس شبيبة القبائل عارف أنه ما كاش اللي حاسب، ولهذا يعني قام بهذا وماشي اول تصريح تاع رئيس فريق لي يروح مباشره سواء راس فيدراليه او رئيس رابطه، على باله بلي ما فيهش عقوبات تتسلط عليهم على بعض الفرق، لازم ناكدها لانه فيه بعض الفرق شفناها انه سامبل ديكلاراسيون سواء من عند رئيس فريق او من عند مدرب يتم معاقبه هذا يعني هذه الهيئه. ولكن الان انا بالنسبه لي رئيس شبيبه القبائل شاف انه ما راح تكون ولا يعني ونتذكروا انه ما راح تكون ولا عقوبه بالنسبه لانه من قبل ما كانش يعني رؤساء تعاقبوا، لهذا ما تلحقش لشبيبه القبائل باش تقوم بمعاقبه. الثاني اللي يبقى مطروح هو كيفاش راح يواجه رئيس الرابطه مدوار بقيه الانديه اللي راح ربما طالب مع الموسم راهو طويل سيغمون راح الانديه راح طالب بتاجيلات، كيفاش راح يقابل هذه الانديه خاصه انه القرار تاعو يمس مصداقيه يعني الرابطه يعني حتى الرؤساء لن يقبلوا الكيل بمكيالين يعني سيطالبون بنفس المعامله يعني مستقبلا. شبيبه القبائل رئيس شبيبه القبائل قال ما نلعبش المباراه وما لعبهاش، ولكن رابطة يعني مباشرة يعني قامت بتغيير تاريخ المباراة، ولكن فئات الرديف أقل من 21 سنة لعبوا اليوم المباراة يعني لعبوا يوم الاثنين، يعني كيفاش تخلي لي سينيور ما يلعبوش ولي يو 21 لعبوا عادي؟ هذا يعني هنا اللي زاد يعني زاد تحيرني كمباراة أمامي. لنستمع لمدرب شبيبة القبائل ديما وسنستمع بعدها لناصر سيعلق لنا على تصريح المدرب في الندوة الصحفية. Ce qui est compliqué, c'est que ça fait un moment qu'on n'a pas joué.
Avec les reports, c'est compliqué de mettre un programme en place. Hein. On fait une préparation, c'est annulé, on fait une préparation, on laisse une journée de repos, on double la séance. Donc le but du jeu, c'était aussi de garder les joueurs sous pression. 18 jours, c'est long, hein, la pression. Donc maintenant, seule la prestation et le résultat nous dira si c'était un bienfait ou un mauvais moment. Je ne voudrais pas mêler de ce qui... Ça me regarde, mais ce n'est pas mon rôle, d'accord ? Moi, la seule chose qui m'interpelle, si je peux m'exprimer, c'est quelle est la raison de tous ces reports ? C'est ça que je voudrais savoir. Quand vous reportez un match, il y a forcément une raison. Une deuxième fois, il y a encore forcément une raison. Et en tant qu'entraîneur, je n'ai jamais eu cette raison. Maintenant, si vous la connaissez, j'aimerais bien la savoir. Ça a permis à l'USMA de récupérer leurs blessés. C'est peut-être là la raison, peut-être. استمعنا الى فرانك ديما وهو يتساءل عن سبب تاجيلنا من حقه شوف ان انترينور كونت il discute comme ça c'est il a raison parce que هو يبارل دو تكنيك moi je prépare un match si je joue le dimanche le vendredi le samedi il y a des entraînements qui sont un peu plus légers que si tu joues le vendredi Dumas a raison de ce qu'il explique parce que ils ont été malmenés si tu veux par les trois dates différentes c'est ça tu es perturbé par rapport à la préparation si tu veux qui met حب يعني la ligue غلطة فهاد ou le président qu'on a envoyé des courriers à la Ligue باش ترجع لنا on les a appelés marjaunach on s'est déplacé ma كانوش تما c'est l'anarchie il faut bien discuter et se lancer sur une vraie ligue de football باش les présidents de club de toute façon la force c'est quoi c'est que les présidents de club يتحدوا qui me fait l'Europe ويولوا هما القوه يعني quand il y a un problème avec l'ensemble de la cour ils peuvent peser sur une décision باش le président de la ligue peut discuter ou shower. On a parlé à l'amour technique. Duma a dit que nous, يعني dans un programme ou une charge de travail ou les joueurs ils attendent. يعني. Moi je ne t'écoute pas là, Sofiane. Ou نعم. Qu'il y ait un régime, يعني ils تبعوه les joueurs ou. تفضل. Bien sûr. هي كما يقولك في début de semaine عبك وقت جاك تلعب السبت ولا الحد ولا بالجمعة. هي كي la dernière minute كي تبدل الماتش. تلحق انت ثلاثه تقول له انت كي تلحق ثلاثه لا اربعه الخميس تقول له تلعب نهار اثنين ولا تلعب نهار الاحد جاب لي ربي البريزيدون هذايا ويديفوندي لي زانتيري تاع الكلوب ديالو ولي جوار ديالو حتى يعني وتيره العمل في التدريبات يعني المدرب يطلع من الوتيره ينقص يعني مع اقتراب موعد اللقاء وفي حال تاجيل كل البرمجه تتعطل واش قلت لك سفيان قبل ما نسمعوا الانترفيو تاع ديما قلت لك قلتها لطارق قلت له التحضير ماشي كيف كي تلعب لو ديمونج ومن بعد تلعب الاخر انا جو بريبار بارابور ا ديمونج سان دي فوندردي سامدي سي دو ليجي تاكتيك لومبلاسمون وكذا بصح حسيت طول لي راني ما خدمتش باش بدنيا كي تكون عندك اون سيمان نورمال ديمونج لاندي سي فيزيك طارق لو سي ومن بعد نهبطوا حتى نلحقوا لا 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 هو يسي بريباري هكذا على هذه اللي برتربات الجروب وعنده حق ديما واش قال بوينت فيو تكنيك نعم نستمع الان لما قاله اللاعبان فيستون وصالحي في الندوه الصحفيه كما ذي المقابله راهي تكون علينا تكون صعيبه وحنا كما راكم رانا نحضروا المقابله بان انا نزيد ناكد ان شاء الله الحمد لله حنا رانا بريبارو ماتش ثاني لوخ كيما الماتش اللي داروا بالجمعه حنا درنا بريبارو حاجه ما راح تخرجنا المباراة إن شاء الله نركزوا إن شاء الله بالأكد. même si on a un peu nous perturbé parce que à chaque fois on faisait des entraînements on dit qu'on va jouer demain et après on va jouer le lendemain donc comme ça nous a perturbé mais on est toujours concentré et notre ambition c'est de gagner le match de vendredi inchallah. Donc on part pour gagner quoi. On va jouer avec le cœur parce qu'on est un peu fâché de tout ce qu'ils ont fait. Ils ont essayé de nous perturber, je ne sais pas
pourquoi ils ont fait ça. Donc on est un peu fâché, on va aller jusqu'au fond. ورئيس شبيبة القبائل لازم يعاقب فيستون شوف لازم يعاقبهم كاع اسمع انا جو بار دو اسمع جو بار دو لا لو بروبليم دو كومونيكاسيون ولا ليماج دو كلوب لي دو جوار اللي جازو كسوا صالحي ولا لو جوار فيستون هذا il vient avec l'emblème تاع الفريق que ça soit sur vêtement ou une veste ou la tenue تاع le week-end le logo تاع la JSK là il représente la JSK il vient avec une image il donne une belle image de là هنا c'est un point تاع la communication هنا غلطة مليح ما يزيدوش يعاودوها باسكو سي ليماج دو كلوب ça c'est une bonne chose فعلا نمر للحديث عن فريق اتحاد الجزائر والذي يحضر للمباراة لدينا تدريبات الفريق بملعب عمر حمادي ببلوغين عندنا الصور زميلي بلال ها هي الصور تشكيلة ستكون مكتملة وعودة كل المصابين إلى أجواء التدريبات وبالتالي ستكون فرصة للاتحاد للعودة بقوة وتوسيع الفارق مع أقرب ملاحقه وشبيبة القبائل ونقطة أخرى نظن أنه تصريحات ملال يعني ستكون حافز إضافي للاتحاد لتحقيق الفوز في المباراة. لا، je pense que bon je sais pas donc la motivation c'est à l'entraîneur c'est au président de remotiver les joueurs هادو c'est vrai que l'USMA va être motivé aussi parce que sera ما sera في هاد المقابلات هادو وهاد الروتار هاد اللي صارت البلبلة هادي تما راح نمدوا أكثر شحنة لهاد المقابلة. انا نظر ان شاء الله نتمنى باللي المقابله تلعب في الميدان والمير كان هذا مكان اللي يلعب وبالروح الرياضيه طارق الفوز يعني توسيع الفارق الى 6 نقاط طبيعه الحال يعني الفريق اللي يلعب على اللقب الرئيسي او الهدف الرئيسي وخاصه بالنسبه للاتحاد الجزائر انا نظن ما عندوش خيار اخر خاصه في مباريات مثل هذو لما تلعب امام فريق اللي راهو امامك يعني بالنسبه للنقاط على الاقل تفوز عليه بما انك تستقبل اولا ثانيا بس تزيد تكبر يعني نقاط الفارق يصبح اكبر التحضير كان عادي ما فيش يعني تغييرات كثيره ما عدا كما ذكرت انه الغيابات او اللاعبين اللي كانوا مصابين عادوا بالنسبه للمجموعه شيء ايجابي اكثر خيارات بالنسبه للمدرب يعني عنده عده خيارات تكون اريحيه خاصه في وسط الميدان وصناعه اللعب بالنسبه للهجوم. نعم والمدير العام لاتحاد العاصمه عبد الحكيم الصبار رد بقوه على تصريحات شريف ملال لنستمع لما قاله في ميكروفون موقع النادي. نحن نحضر على ليغ سي با نوتر سيفيزم نوتر كولتير سبورتيف نوتر جونتيس كو فوز الي لابخوندر بور فيبلس بالعكس سوم دي جون كونسيون سوم دي جون ماتور. On pense pour le développement du football algérien et par conséquent, nous ne devrons pas être un bouc émissaire ou bien un club quelconque. Nadi Tihad al-Asima, ليس بمجرد نادي. ليس بمجرد نادي هو فريق بتاريخه وبألقابه وبأنصاره. وعبد الحكيم سرار يؤكد بأنه سيرد بقوة على أرضية الميدان. جمال الدين شتال انت خريج مدرسة اتحاد العاصمة ومثل هذه المباراة كلاسيكو يعني لديها طابع خاص بين اتحاد والشباب. كما قلت لك سيتان كرون كلاسيكو ان شاء الله اللي ميريت يربح باسكو ابري واش صرا كاع جو بونس لو سما عندهم ماسي ديكسبيريونس في هذا لي ماتش باش يقدروا يربحوا. نعم ونتمنى ايضا ان يكون في روح رياضية بين الفريقين. سفيان راهم سوغ اون بون ديناميك لعبوا مباريات كثيره هذا الموسم جيسبر كو هذا لو روبور يبا با يعني لي ديستابيليزي ولا يعني اورا دي كونسيكونس نيجاتيف على لو باركور تاع لو اس مون. نو سان لي دوز ايكيب سون بون ديناميك ميم جي اس كا وي بيان سور تنهزم يعني دون اي هزيمه منذ بدايه الموسم اي هزيمه وراهم في يعني حنشوفوا مقابله تاع زوج فرق يعني راهم في القمه ان شاء الله تقعد في ارضيه الميدان. لا لا حنا نتمناو الروح الرياضيه وكان رابح وخاسر صحيح. نعم لنتابع الآن جدول مباراة الجولة 14 من المحترف الأول. نعم والتي ستلعب يومي الجمعة والسبت وسنسلط الضوء على مباراة شباب بلوزداد الذي سيستقبل مولودية بجاية. لدينا صور تدريبات شباب بلوزداد هذا الأسبوع والذي يعود من خسارة يعني في الثورة خسارة أثرت عليكم شوية شتال يعني كنا نظن أنه الشباب خرج من النفق لكن عاود تلقى هزيمة
خلاته يبقى في منطقة الخطر. كما يقول لك لا ديفات هذه ما كناش نسناو فيها، بو كنا نسناو فيها في الثورة، مي كيفاش خسرنا ما كناش نسناو فيها نخسروا هكذا، باسكو سيتي لا بروميير فوا لي اون ايكيب دوميناتنا سور لو بلون زعما في سور التيران، مي لي زيكيب الاخرين واحد اون ايكيب ما قدرت دومينينا، كنا نخسروا صح، مي ما كانوش يديروا بينا سينما كيما يديروا، مي جوبونس كيما يقول لك الفو سيزيغ لا شونس تاع نهار السبت مع الموب باش on avance un peu le classement. Justement, avec trop de d'habitude, on gère les matchs et tout. Là, qu'est-ce qui ne marche pas d'habitude? Des fois, on manque d'expérience parce que la plupart des joueurs qui sont là, c'est des jeunes. Ils sont en attaque. Bon, l'attaquant a des bains. En avançant, on a gagné trois avances entre Arsenal. Mais tu as l'expérience des joueurs parce que des fois, tout le temps, on encaisse le dernier quart d'heure. هذيك سوا مع 70 مينوت هكذاك الفوق توجور اون انكاس فوالا، مي الغاز توجور زعما في لو جو ولا عندنا اون استراتيجي نلعبوا مليح البالون اون غارد لو بالون دومي توجور لادفيرسير مي كونكريتيزيوش فوالا اشاك فوا هكذا. نعم، لكن ضيعتوا يعني بعض النقاط في ملعب 20 اوت الذي يعني نقدروا نقولوا ولا عقده يعني بالنسبه للاعبين. ما ولاش عقده مي مي سي ديفيسيل سي ديفيسيل كي سورتو كي تجيك اون ايكيب تقعد لو جروبي اللور في 20 اوت سي ديفيسيل باش تماركي لها. صافي جو بونس كو ديجا البروبليم اللي عندهم شباب الوزداد ديجا راهم سون فور لي جوار هادو مونتالمون باش يريحوا، كاين دي جوار عام 5 موا 6 موا 7 موا 8 موا بور او سي ان اسبوار اللي جاو هاد le groupe هذا اللي جا باش يفا تر لو سبونسور بلس بروبريتير جو بونس دو كلوب باش هاد لي جوار يتنفسوا شويه ويرجعوا باسكو سي جوابل ميم ا 7 بوين شباب الوزداد يعني لو يرجليو هاد المشاكل يقدروا يولوا ان شاء الله يكونوا في جوستمون شتا هاد الموسم للشباب الوزداد كما قال ناصر كاين دي جوار اللي ما مش خالصين عام، كيفاش يعني راه كيفاش هي وضعيه هاد اللاعبين فاش راهم كيما نقول لك تلقاهم مونطالمون تلقاهم توجور لا غالب هي في لونترينمون شغل تحس بلي وكاره مي كي يلحق الماتش تلقاه يصدون افون مسكين مي شغل او فون دو لوي على بالو بلي ماهوش خالص او كاره وكذا، مي كيما يقول لك توجور في راسك ماكش بيان. وإدارة الفريق يعني تطالب طارق بإعادة الثلاث نقاط المخصومة من الفريق مع بداية الموسم، وشفنا العديد من المسيرين يطالبون الرابطة بإعادة النظر في هذا القرار. شفنا أبو ستة صراحة مؤخرا أن الشباب عليه استعادة الثلاث نقاط. لا عليه استعادة النقاط ولكن كيف يعني لازم نعرفوا الطريقة. هل ترى شباب الوزداد تنحقر بالنسبة للقرار اللي اتخذته الرابطة، ولو أنه أنا بالنسبة لي القرارات ما كانتش متساوية مع الفرق كامل. شفنا فرق في نفس الوضعية شباب الوزداد نقدر نعطي لك اتحاد عنابة عنده نفس المشكلة مع شباب الوزداد، أعطوا له لي ليسانس ولعب عادي يعني لعب كل أنت المسيرين تنقلوا حتى المقر الرابطة وما لقاوش رئيس الرابطة ما لقاوش حتى العمال فعلا. يعني ماهوش سبب ما راهوش عند المسيرين كما سمحت في الفرق انها يعني كان عندك انا كور معاهم كما قال هو انيكري بينه وبين الفرق كنت قادر ديرها مع شباب الوزداد وجوز خاصة الجولة الأولى يعني شفنا أنه حتى بالنسبة للفريق الرديف ما عطالهمش تاني لي ليسانس. هنا باش تشوف دو بوان دو ميزور نظن أنا القرار الأول والأخير أو القرار بالنسبة اللي حياخدوه المسيرين تاع شباب الوزداد كيفاش راح يكون، يا هل ترى راح يكون على مستوى الوطني أو يتنقلوا سمعت كلام أنه يتنقلوا للفيفا. شتال أثرت عليكم كثير يعني خصم ثلاث نقاط، لو كان نقوم بعملية حسابية بسيطة لو تستعيدوا ثلاث نقاط راكم خارج يعني منطقة الخطر بعشر نقاط. بيان سور دي بوان رانا نافيام ولا ديزيام ماناش في لازون روج كاع، وبالتالي أثرت عليكم هذا القرار. تأثر عليك باسكو تبدا بموان طروة وتبدا بلوس طروة ولا بلوس زيرو، هذه كيما تبدا من الزيرو كيما كاع الناس ماشي كيف الناس تلعب تربح باش تطلع الفوق وانت تلقى روحك تبدا من الموان طروة. موان طروة لازم تربح ماتش هذاك الماتش كشغل تليرو زيادة كشغل على الله تلعبوا باش تربح باش تعاود تولي زيرو كيما الناس. الآن نسلط الضوء على حارس الشباب الوزداد الذي يتألق هذا الموسم مزيان الذي يقدم مردود جيد
وحافظ على شباكه نظيفة في العديد من المباريات. الزميل نسيم العرباوي نعم التقى اللاعب وعاد لنا بهذا الحوار. Bon, je vais répondre à ta question déjà. Je n'ai pas changé beaucoup de club. Oui, nana, je suis une personne qui aime la stabilité. J'ai passé 3 ans chez Bouchada. Après, en octobre, j'ai signé à Blida où j'ai joué 1 an et demi. Après les problèmes qui s'est passé avec Blida et tout ce qui s'ensuit, j'ai préféré quitter que de laisser le club en dette, bzaf en dette, parce que les carottes étaient cuites, le mercato. C'est vrai que je suis parti au Mob de Bjaïa avec un investissement à moyen terme. Alhamdoulilah, l'objectif numéro 1, on a joué l'accession et on a accédé. Alhamdoulilah. Et après, il y avait des personnes qui voulaient me faire sortir de la petite porte. Alhamdoulilah, j'ai pris mes bagages qui m'écoulent, j'ai pensé à l'intérêt du club Khermani. Bon, c'est vrai que le monde, à la belle oblique, il passait d'un moment difficile, que ce soit administratif, que ce soit financier ou collège. Mais comme ils disent, les grands clubs ne meurent jamais. Quand on joue dans un grand club, je pense que l'identité de le club compte beaucoup dans la carrière d'un joueur. Alhamdoulilah, j'ai fait le bon choix. C'est vrai que c'est un peu difficile, on est en train de traverser une période de mauvais résultats. Inch'Allah, avec le temps, Inch'Allah, on va faire tout Inch'Allah pour essayer de sauver ce club. Bon, c'est que la venue du groupe Madar va abaisser, que ce soit les joueurs, que ce soit le club en lui-même. C'est vrai que on passe dans ces situations un peu difficiles, mais on a démarré avec moins 3, avec un match perdu à domicile, moins défalcation, les 3 points. Il nous reste 3 matchs pour la phase Al-Hadi. On va essayer de faire le maximum, Inch'Allah, pour récolter le maximum de points. Après, le groupe Ada, ils vont installer un entraîneur, ils ne vont pas installer. L'intérêt du le CRB passe avant tout. Bon, administratif, tu as le début de saison, je ne connais pas juridiquement qu'est-ce qui se passe dans le football, mais je pense que c'est vrai qu'il y avait des erreurs d'arbitrage, que je ne vais pas dire qu'ils étaient intentionnés, mais ils ont vraiment joué sur le score du match. J'espère, Inch'Allah, on va des décisions en notre faveur, Inch'Allah, à l'avenir. Bon, surtout les moments difficiles. C'est vrai que on passe des moments difficiles. Les joueurs, que je pense, on essaye de fournir le maximum de nous-mêmes pour les supporters de l'Ouzdad. On va faire Inch'Allah de notre mieux, Inch'Allah, parce que on va donner le maximum de nous-mêmes pour Inch'Allah redresser la barre Hadi, on arrive Inch'Allah CRB في أمان Inch'Allah. إذن استمعنا لياس مزيان حارس مرمى شباب بلوزداد. شتال هو زميل ديالك في الفريق، كان أمو بانسون مع بداية الموسم، كان سيدريك هو الحارس الأول وعاد بقوة وتمكن من كسب مكانة أساسية، وتكلم على نقطة مهمة وهي أنه الشباب عانى من التحكيم هذا الموسم. التحكيم على بليزيور ريبريز ماشي غير خطره ولا زوج، واحد سي ماتش هكذاك خسرناهم بالاربيت. كي تلحق انت في ستادك المعمديه دوميني كاع الماتش، دير اون باس ما كان ني اورجوني والو، العالم كاع شافها، الجيري كاع شافتها، دير اون باس كذا يدخل بها يدرب لي الكارديان ماركي صفر، يقول لك اورجو. هذه ما فهمناهاش، هذه كاين بزاف كانت لقطه ضربه جزاء طلبت بها نعم في اسبوع الفارط. تانيت كيف اشاك فوا هكذا اشاك فوا بون، هذيك ماشي لو ميم كا ماشي لو ميم كا، مي بزاف الاربيتراج. يعني انتما كلاعبين جدال اسكو راكم متفائلين خاصه مع بلي الاوضاع راح تتحسن خاصه مع قدوم مجمع بيان سور، زعما كيستيون دارجون ولا حتى راح ان شاء الله حتى تاميليور على الدعوه، مي كيستيون في الاخر دوكا تقعد علينا في التيران. راك سا فا موتيفي.
مشاهدينا سنواصل الحديث عن شباب بن وزداد الى جانب مواضيع اخرى، لكن بعد الفاصل الاشهاري لا تذهبوا بعيدا.